صندوق العون المباشر الكويتي في وادي حضرموت مشاريع. طبعا هي عبارة عن مشاريع مجموعة من وحدات الطاقة الشمسية في الوحدات الصحية وفي المستوصفات الصحية، وكذلك مولد في مركز الأورام، ومستوصف في موشح، ومستوصف آخر في حريضة إن شاء الله، وغدا سنتجه إلى تريم وما بقي في سيوون من البرنامج. مشاريع الصندوق العون المباشر الكويتي هي مشاريع نوعية وتدخلات مباشرة. الميزة في صندوق العون المباشر أنه يتعامل مباشرة مع الجهات يعني، وهذه ميزة إضافية نعتز بها نحن، أن نكون بيننا وبين الصندوق مباشرة شراكة كمؤسسات دولة وجهات حكومية، يتم توجيه التدخلات وفقا للاحتياجات الملحة، وهي استجابة لتنمية هذه المرافق. يعني انتقلنا في هذه المرحلة من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي والتنمية إن شاء الله. أول شيء، العون المباشر منظمة كويتية نعمل في كثير من الدول إفريقية، 31 دولة إفريقية، واليمن هي الدولة العربية الوحيدة التي نعمل بها. حاليا نحن لدينا كثير من المشاريع يعني في اليمن، في محافظة اليمن كلها. هذا جزء من المشاريع الموجودة لدينا، وهي تطوير مستوصفات وتوفير لها الطاقة الشمسية. المشكلة التي يعاني منها أغلب المحافظات في اليمن هي توفير الديزل لتشغيل المحركات لتوفير الكهرباء، وبعض منها لا يوجد فيها أصلا المولد الكهربائي. إذن نحن نوفر الطاقة الشمسية لهذه المراكز الاستدامة أكثر. عدد المشاريع التي موجودة حاليا هي 10 مشاريع طاقة شمسية في سيئون والمديرية التابعة لسيئون، وأيضا لدينا مستوصفين سوف نفتتحهم أيضا اليوم. تكلفة هذه المشاريع يعني بتكلفة التطوير المستوصفات تصل إلى 200,000 دولار، وبالنسبة للمستوصفات بناء المستوصفات فتكلفتها تصل إلى 300,000 دولار. نشكر السلطات على مساعدتهم لنا وتسهيل التصاريح وغيرها من الأمور، لأن هذا الأمر صعب في بعض من المحافظات، والتنسيقات منهم والمتابعة والإشراف على المشاريع. ونحن كعون مباشر نبذل جهدنا الكبير لتحسين الخدمات إن شاء الله في كل أقطار اليمن. جزاكم الله خير. اليوم احنا الحمد لله افتتحنا مشروع تشغيل الطاقة الشمسية للمراكز الصحية، عدد 10 مراكز صحية، إضافة إلى ذلك بناء وتأثيث وحدتين صحيتين في مديريتي شبام وتريم. بإذن الله تعالى المشروع قائم وإلى مراحل قادمة، وبالذات في فصل الصيف، لأنه بسبب شدة الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء، فإن شاء الله المراحل ليست المرة الأولى في التدخل. نحن نفذنا العديد من مديريات الوادي والصحراء، والآن بإذن الله تعالى بنحاول نغطي مديريات الوادي والصحراء وإلى الساحل بإذن الله تعالى. وسيعلم
الأخوة رؤساء الهيئات، الأخوة نواب رؤساء الهيئات، الأخ نائب قائد القوات الجوية، الأخوة مستشاري وزير الدفاع، الأخوة مدراء الدوائر ونوابهم، الأخ مدير كلية الطيران والدفاع الجوي ونائبه، الأخوة كادر كلية الطيران والدفاع الجوي الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي باسم رئاسة هيئة الأركان العامة والعمليات المشتركة ونيابة عن معالي وزير الدفاع في افتتاح كلية الطيران والدفاع الجوي أن أنقل لكم مباركة قيادتنا، متمنيا للقائمين على إدارة الكلية كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الموكلة إليهم، وأن يكون هذا الافتتاح له ما بعده من بناء القوات المسلحة ورفدها بكواتر تتمتع بكفاءات وخبرات عالية، وأن تكون مخرجات الكلية تلبي متطلبات القوات المسلحة وتعزز جانب الانضباط. إن افتتاح مرافق كلية الطيران والدفاع الجوي في محافظة مأرب يعد صفحة مشرقة من التاريخ الحديث لهذه المحافظة، يضاف لتاريخها القديم العريق المتجذر في أعماق ماضيها المليء بالشواهد والثوابت من أصالة وقدم حضارتها. بهذا نربط حاضرها بماضيها بماضيها، فمن ليس له ماضي ليس له حاضر. إنما تشهده قواتنا المسلحة من اهتمام ورفع لكفاءاتها القتالية في مختلف المجالات ما هو إلا تعبيراً عن مدى اهتمام قيادة الوطن السياسية والعسكرية، ممثلة بفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة. اهتمامه بهذه القوات والإدراكه بالدور الذي يقوم به خريجي الكليات العسكرية، خريجي الكليات العسكرية في مختلف المراحل النضالية التي مر بها شعبنا اليمني، حيث كان لهم السبق في قيام ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والدفاع عنهما في معركة 70 يوما. ولا غرابة في ذلك، فالكليات العسكرية بما تربي منتسبيها إثناء التحاقهم بها من تربية وطنية خالصة تعمق فيهم روح المسؤولية وحب الوطن والدفاع عن مكتسباته وأراضيه. وبهذا الافتتاح نضع اليوم أساس هام وقوي في هذا الصرخ الشامخ في الاتجاه الصحيح بما يتناسب مع متطلبات المرحلة التي تمر بها بلادنا، ونربي قيادة المستقبل لهذا الجيش الذي تقع على عاتقهم مسؤولية استكمال بناء هذا الوطن وتخليصه من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وكل أعداء اليمن وإيصاله إلى بر الأمان. إن التأهيل والتدريب لقواتنا المسلحة في مختلف جوانبه التخصصية هو الركيزة الأساسية الذي يقوم عليه بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، وليس له بديل لدينا. ويعد إعادة تفعيل الكليات العسكرية حجر الأساس لما لها من دور بارز في تخريج قادة يتمتعون بانضباط عالي وكفاءات قتالية نستطيع من خلالهم سد جوانب النقص ورفع مستوى الانضباط والضبط والربط والسيطرة لمختلف صنوف القوات. وعليكم كقيادة وكادر أكاديمي وإدارة للكلية تقع المسؤولية الكبيرة في غرس القيم والمبادئ الوطنية لدى منتسبي الكلية بعيدا عن كل النزاعات المناطقية والفئوية والحزبية. وفي هذا المقام يطيب لي أن أقدم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ممثلا بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظها الله، ولدولة الدكتور معين عبد الملك.
مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، معلم من معالم المملكة، بعد أن وضع الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 1347 هجرية اللبنة الأولى بأمر إنشاء دار خاصة لصناعة الكسوة، لينتهي المطاف بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة باحتوائه على عدة أقسام بين الطباعة والصباغة والنسج على يد 200 فني وصانع، لتقام مراسم تغيير ثوب الكعبة مطلع كل عام هجري جديد. أن لدينا منسج حرير لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، طبعا هذا المنسج يتم العمل عليه خلال يعني انتهاء منه خلال 25 يوم في الصناعة. طبعا بداية العمل يكون بواسطة القطن، عملية الحشو، ومن ثم عملية التطريز والحياكة بواسطة السلك الفضة المطلب ماء الذهب. طبعا وزن الذهب اللي في الكعبة المشرفة 120 كيلو جرام، والفضة 100 كيلو جرام، والحرير طبعا 670، والقطن 320، بإجمالي وزن الثوب الكعبة المشرفة 1300 كيلو جرام. يتم العمل عليها خلال 10 شهور سنويا ولله الحمد. طبعا هنا عندنا ماكينة النسيج الآلي التي تعمل على ثوب الكعبة المشرفة، والآن هذا الموجود القماش اللي هو لثوب الكعبة المشرفة، منسوج كلمة يا الله يا الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يا ديان يا منان. طبعا هذه كاملة التسبيحات على ثوب الكعبة المشرفة. يعد الرداء الأغلى عالميا، المصنوع من أجود أنواع الحرير ومزين ب54 قطعة مذهبة لتغطي جهاتها بأربع قطع وخامسها ستار الباب، لتشكل الجمال المهيب للكعبة المشرفة. مراسم سنوية ينتظرها المسلمون مطلع كل عام ليكتمل الجمال القدسي للكعبة المشرفة.